لأعلى مستوى يعني في الفكر والرؤية، نعم وفي نفس الوقت بنتعاون مع كافة العناصر الخاصة بالسياحة داخل أسوان، ونجحنا على فكرة إن احنا نجيب الطيران الشارتر اللي أنا كنت أتمنى أول ما أجي ألاقي إن ده يحصل. لكن طالما دخلت المطار وشفت الطيارات الصغيرة وشفت الطيران الشارتر، بدأنا نطمئن إن احنا ماشيين بخطوات كويسة، وبطمن حضرتك جدا طب سيادة على أسوان. المحافظ، سيادة اللواء أشرف عطية، طمنا طالما حضرتك اتكلمت على ملف السياحة وإحنا بنتكلم على حياة كريمة، ودي ملف مهم جدا، نتكلم على السياحة حاليا في أسوان وترتيباتكم اللي بتعملوها، إيه اللي بيجي رحلات الشارتر اللي سيادتك بتتكلم عليها، إيه المقاصد الجديدة اللي بدأت تيجي عندنا؟ طبعا حضرتك يمكن طبيعة الشعب الأسواني والمواطن الأسواني إن هو مضياف وبيعرف يستقبل السائح كويس، نعم وبالتالي دي في حد ذاتها بتبقى نقطة قوة موجودة في أسوان عندنا. بالإضافة إن فعلا اهتمام كافة القطاعات بهذا الملف خلانا فعلا يعني الحمد لله بقينا في مستوى تاني خالص، نعم خصوصا بعد ما عملنا الهوية البصرية اللي بقت موجودة على الاتوبيس والميكروباص والتاكسي وعلى الحوائط والجداريات وفي المطار وفي السكة الحديد في كل مكان، والهوية البصرية اللي اتعرضت على سيادة الرئيس وصد عليها دي عملت لينا كمان، عملت لنا يعني نقول عليها براند موجود أسوان. لا أسوان معروفة بقى ليها كمان براند، غير إن هي فيها المواصفات الخاصة بالسياحة العلاجية، وده مهم جدا. وعايز أقول لحضرتك إن إحنا متميزين في هذا المجال، ويمكن أكثر السائحين بييجوا عندنا، وخصوصا السياحة اللي بتبقى في الجزر والأماكن النوبية، اللي إحنا برضو لازم نقول ونهتم ونقدر هذا، لأن مهم جدا الخبرة اللي بتعرف تستقبل بيها السائح وإزاي بتعرف تتعامل معه. كل الفنادق بنعمل معاهم اجتماعات، بنمر عليهم بنشوف، وحقيقي فعلا عايز أكون صادق مع حضرتك مفيش فرق عندي ما بين فندق كبير وفندق صغير في المرور في مجال الصحة العامة، و نقول يعني كافة الإجراءات اللي بتتم داخل الفنادق شيء مشرف جدا من اهتمام بالنظافة، وخصوصا المطاعم بتاعتهم بنخش وبنشوف المطابخ وبنطمن نشوف كل الإجراءات اللي بتتم داخل الفنادق، وبنسمع برضو لأن احنا عندنا في كافة المجالات متخصصين، واحنا بنستعين بالجامعة في هذا المجال. يعني كل المجالات اللي احنا بنبقى عايزين فيها متخصصين علشان يطمنونا على السياحة بنجيب دكاترة الجامعة وبيطلعوا معانا وبيتكلموا وبيشوفوا وبنعمل لقاءات. وبعدين حضرتك يمكن محافظة أسوان بتتمتع كتير جدا بزيارات كثيرة من السادة السفراء، يعني أعداد كبيرة جدا جدا. يمكن لما جيت أعمل بيهم تقرير لقيت ما شاء الله العدد اللي وصل عندي تجاوز الميت، يعني الميت زيارة متعددة، مش 100 سفير، يعني 100 سفارة متعددة، ممكن سفير واحد جي أكتر من 3 4 مرات زي سفير كوريا الجنوبية مثلا. فلكن عايز أقول إن في ناس بتحب أسوان قوي، في ناس عاشقة للمكان، وفي ناس بتدور، يعني هي عارفة إن كل سنة رايحة فين وبتروح الأماكن بتاعتها، وهما بيعرفوا، يعني احنا هنا شطار بيعرفوا يجيبوا السائح كويس يعني، وقادرين ان هم يعملوا حاجة كويسة، وخصوصا ان في بعض التطوير اللي بيحصل في أسوان ده بيساعد كتير جدا. يعني انا بكلم حضرتك، يمكن حضرتك برضو لو هتشوف مثلا الخلفية اللي ورا دي، دي خلفية جزء من التطوير اللي موجود، يعني ده جزء بسيط تم بسيط، ولكن مش من الخطة الاستثمارية الخاصة بالإيه بالدولة، ولكن دي مساهمات البنوك، مساهمات رجال الأعمال، شيء عظيم جدا، ملحمة بتتم في أسوان، وهذا التطوير والتحديث اللي موجود
واللي حضرتك شايفه. نعم. انا عايز اقول ان لو جيت حتى السادة الزملاء اللي موجودين، ويمكن برضو هاني النحاس يقول لحضرتك، نعم، لما نزل في الشوارع شاف ايه، وشاف قد ايه الناس يعني قد ايه سعده بالاماكن اللي هم بيدخلوها. اهم حاجه مهم جدا الحدائق العامه، نعم، طورناها بنسبه كبيره جدا، تعتبر يعني دخلنا على 100% الحدائق العامه. كويس. السوق السياحي تم 2 كيلو و400 متر تم تطويرهم تماما، وده يمكن السيد رئيس الوزراء بنفسه شاف الكلام ده وكان سعيد بيه جدا. نعم. توجيهات سياده الرئيس في ان احنا يبقى عندنا ممشى مصر. ممشى مصر 13 كيلو منهم 4 كيلو كورنيش قديم، وده ان شاء الله في المراحل النهائيه بنحاول ان احنا نخلصه خلال الايام القادمه. وفي كمان بنكمل الكورنيش الجديد 9 كيلو ان شاء الله شغالين عليه بسرعه جدا، وبنعمل فيه شغل كويس قوي. يعني قصدي ان عايز اقول ان اللي بيحصل وافتتاح اسوان الجديده وحجم الاعمال اللي تمت في اسوان الجديده ده بيدينا ثقه في نفسنا وفي القياده السياسيه ان ليها رؤيه. 14 مدينه ذكيه جديده منها اسوان الجديده معموله بفكر مرتب، معموله للسياحه بشكل عام، معموله انك انت ما يبقاش عندك في يوم من الايام مشكله في اسوان، لا في اسكان ولا في معيشه ولا في اماكن خلابه موجوده. دي اضافات كلها موجوده في محافظه اسوان. وبرضو الشيء بالشيء يذكر، لازم نشكر السيد وزير الاسكان على متابعته في حياه كريمه وفي اسوان الجديده واللي عمله في اسوان الجديده.